كيف نعمل جبنة صفراء لرمضان؟ بنجيب حليب سائل 1 كوب، وبنجيب نشا ذرة 50 جرام سلس كوب، بنحرك المكونات على نار هادئة، بعدين بنضيف 100 جرام زبدة عند ما تسخن، هيك بنحرك جيد، وهيك نوضع الخليط جانبا. نعمل جبنة القريش، بنجيب حليب كامل دسم 1 لتر، مجرد ما يسخن الحليب نغلق الحرارة، نوضع 3 ملاعق خل، نترك 10 دقائق جانبا، بصير جبنة قريش زي ما انتم شايفين، وبنوضع الخليط وبالخفاق نخفقه مثل هيك، وبعدين بنوضع ممكن نوضع ملح عليه، ونوضع الخليط الاولاني على الثاني، نخلطهم كلهم مع بعض هيك، ممكن نوضع ملح حسب ذوقنا، وهيك نوضع في قالب ونوضعه بالثلاجة لليوم الثاني. هيك اصبحت جبنة صحية، عندي اكثر من 500 وصفة صحية. زي انتم معنيين بالغذاء الصحي، اشتركوا حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.